إذن لمتابعة تطورات المشهد في فلسطين في ظل استمرار قصف الاحتلال للمدنيين وحديث عن تطورات صفقة لتبادل المحتجزين وإقامة دولة فلسطينية، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الأكاديمي المتخصص في الشؤون الاستخباراتية الدكتور عبد الرحمن الفرة، وعبر خدمة زوم من عمان المحلل السياسي الفلسطيني حاتم الهرش. دكتور عبد الرحمن، مرحبا بكم، كما أجدد الترحيب بالأستاذ حاتم. نبدأ معكم دكتور عبد الرحمن. في اليوم 35 بعد 100 تواصل قوات الاحتلال قصف مناطق عديدة في القطاع، طبعا على رأسها رفح وخان يونس الواقعة في جنوبي القطاع، ولكن ما الهدف من استمرار قصف المدنيين في منطقة الجنوب، جنوب قطاع غزة بشكل محدد دكتور؟ دولة الاحتلال الإسرائيلي وبعد أن فشلت في العثور على أي من أسراها في مناطق شمال قطاع غزة، وفضلا عن عدم قدرتها على تحقيق تدمير البنية التحتية كاملة لحماس كما ادعت وللمقاومة الفلسطينية، غرقت في وحل محافظة خان يونس، هذه المحافظة التي تمثل جغرافيا أكبر محافظة من حيث المساحة في قطاع غزة، وحتى اللحظة لا زالت تراوح من حي إلى آخر وتتصرف بطريقة عشوائية غير مفهومة على الأرض، فضلا عن يعني استهدافها لكل ما هو يعني متحرك ولكل ما هو مدني. وشاهدنا قبل أيام كيف استهدف صحفي الجزيرة في محافظة خان يونس، وهذا كان دليل واضح على يعني تخبط هذا الاحتلال وفقده لأهداف عملية على الأرض. الآن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع محافظة رفح ككرت ضغط على المقاومة الفلسطينية في ملف المفاوضات، ولديها رغبة جامحة أن تقضي على مقدرات المقاومة الفلسطينية في هذا في هذه المحافظة، لأننا نتحدث هنا عن لواء يعني لواء كامل لكتائب القسام، مكون من 4 كتائب عسكريه، ولا زالت قدراته العسكريه لم تمس كما صنع في بقيه المحافظات. هذا من ناحيه الجهد الميداني العسكري يتطلب من القوات الاسرائيليه استدامه المناوره واستدامه ابقاء هؤلاء السكان النازحين الذين زاد عددهم عن 1,400,000 نازح في محافظه رفح التي لا تزيد عن 64 كيلومتر. زاد من حجم الضغط على السكان، من وجهة نظره ينبغي أن يستمر هناك حالة من أن تستمر هناك حالة من الرعب والهلع بين المواطنين، لذلك هو يكثف ويواصل استهدافاته ما بين الحين والآخر. أستاذ حاتم، في إجراء تعسفي جديد كما قرأنا في نشراتنا الإخبارية المتواترة، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وافق على مقترح الوزير المتطرف في أمن الكيان المحتل بن كفير من أجل تقييد دخول فلسطيني الداخل إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان. ما الذي سيجري عقب هذه الخطوة، وكيف تنظرون إلى هذا يعني الرفض من قبل بن كفير بمسألة تقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك؟ نعم، تحية لك ولمشاهديك ولضيفك. في واقع الأمر يعني هذا يأتي ضمن الإجراءات الإسرائيلية التي تعبر عن حالة من الفشل الإسرائيلي في التعاطي مع عموم المشهد، ولذلك يلجأ الإسرائيليون إلى مزيد من الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وحتى في عموم الأراضي الفلسطينية. إذا ما لاحظنا سنرى بأن هذا القرار الذي يدعمه بن كفير يأتي بالتزامن اليوم مع قرار صدقت عليه الحكومة الإسرائيلية ويقضي برفض الإملاءات الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين. نحن نعلم أن الآن هناك ضغوطا دولية متزايدة على إسرائيل وحديث عن حل الدولتين وضرورة التوصل إلى تفاهمات وتسوية مع الفلسطينيين، حتى إن الإدارة الأمريكية ألمحت إلى ذلك بصورة مباشرة ومن خلال بايدن، ولذلك جاءت رسالة الحكومة الإسرائيلية اليوم لقطع الطريق على إدارة بايدن وعلى هذه الضغوط الدولية المتزايدة على دولة الاحتلال. وبالتالي اليوم دولة الاحتلال تعبر عن أزمة حقيقية، هي لا تستطيع أن تحقق أي من الأهداف التي أعلنت عنها، وتستشعر أنها إزاء أزمة تحديدا أمام رأيها العام،
وتستشعر أن هيبة جيشها قد كسرت وأنها لا تستطيع أن تتعامل مع الموقف. ولذلك نرى بأن هناك تصعيدا أيضا في الضفة الغربية، ونرى بأن هناك خطوات انتقامية، وكأن إسرائيل تتصرف بسلوك يعني استباقي، وكأنها تستعدي حتى المواقف الدولية. ما الذي يمكن أن يفهم من قرار دولة الاحتلال ووزير الأمن القومي بن كفير عندما يعني تقترح شرطة الاحتلال بنشر قوة دائمة في المسجد الأقصى؟ أنا بتقديري أن هذا يعبر عن أزمة دولة الاحتلال. وبالمناسبة أود أن أشير هنا إلى أن هذه الأزمات التي تفتعلها دولة الاحتلال حتى تنعكس على الداخل الإسرائيلي. يعني اليوم هناك ثمة أزمة بين وزارة الأمن القومي الإسرائيلية وبين الشباك، الشباك ذاته لا يوافق على مقترح بن كفير. دكتور عبد الرحمن، على ذكر المواقف الدولية، مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن طبعا في خطوة استباقية قالت أنها لن توافق على مشروع القرار الجزائري المتضمن وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. طبعا بررت هذا الرفض بأنه سيعرقل جهود تبادل الأسرى. كيف يمكن أن نفهم تبرير مندوبة أمريكا مع مشروع التهدئة التي تدعو إليه؟ أمريكا واضحة من اليوم الأول للمعركة أنها تقف تماما خلف الكيان الصهيوني. أمريكا اليوم تصنف نفسها كطرف واضح في هذه المعادلة، ولأول مرة نجد في مفاوضات غير مباشرة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي نجد أن رئيس CIA يجلس إلى جانب رئيس الموساد على نفس الطاولة مقابل الوسطاء، سواء الوسيط المصري أو الوسيط القطري، أو سواء يعني ما جرى في باريس في ظل اتفاق الإطار الذي أفصح النقاب عنه وكشف النقاب عنه قبل أسبوعين من الآن. اليوم أمريكا هي تجدد سياستها، سياسة يعني اللعب على الأوتار الحساسة. من ناحية هي تريد تخفيض للصراع في المنطقة، ولا تريد لهذا الصراع أن يمتد بعد حالة الحرج وحالة يعني انفضاح قدراتها على ضبط المنطقة، وهي التي تظهر نفسها كشرطي العالم، وهي عمليا اليوم على الأرض غير قادرة على معالجة ما يقوم به الحوثيون في باب المندب، وغير قادرة على ضبط تصرفات حزب الله في الشمال الفلسطيني في جنوب لبنان، وغير قادرة على مواجهة ما قد يتطور ما بين الحين والآخر، سواء ما يحدث ما تعرضت له من ضربات في مناطق في القاعدة العسكرية في الأردن وغيرها. هذا كله يدفع أمريكا في ظل حالة الضغط وتغير الرأي العام في والمزاج العام في الشارع الأوروبي وحالة الضغط المهولة من قبل الجانب الشعبي على الأساسة الأوروبيين، يدفعها لأن تدعو إلى تخفيض التصعيد وإلى المحاولة لرأب الصدع ما بين يعني ما بين الهوة الكبيرة في التفكير ما بين والمطالب ما بين المقاومة وإسرائيل. بالمقابل هي لا يمكن لها أن تنسحب من خلف الكيان بعدما تعرض ل يعني حرب وجوديه فيما يعني اعلنه قاده هذا الكيان، لان الكيان لاول مره يشعر بتهديد وجودي حقيقي على الارض. واليوم صوره اسرائيل التي تحاول ترميمها عبر قتل المدنيين هي انما ترميم لصوره الهيمنه الغربيه التي خدشت في هذه المنطقه على ايدي مقاومين فلسطينيين يصنفوا في المدارس العسكريه بانهم مقاتلون هو. نعم. استاذ حاتم، حتى لا نغادر نقطة موقف الولايات المتحدة من الحرب على قطاع غزة، صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال أسلحة للاحتلال وأنها في نفس الوقت تسعى لوقف إطلاق النار. كيف يمكن فهم هذا التذبذب وهذه الازدواجية في الموقف الأمريكي؟ نعم، هو هذه مسألة فعلا تحتاج إلى تأمل، بمعنى أن موقف الولايات المتحدة عندما تشير إلى ضرورة مثلا الذهاب نحو تسوية مع الفلسطينيين فهذا لا يتناقض الآن مع سلوكها الداعم لإسرائيل. الولايات المتحدة تستشعر أن مستقبل إسرائيل حتى في اليوم التالي للحرب أنها سوف تجد نفسها في أزمة حقيقية، وبالتالي هي تفكر في اليوم التالي للحرب كيف يمكن أن تتعاطى مع عموم القضية الفلسطينية. ما قبل 7 أكتوبر مختلف عما بعده. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعتقد أن الملف الفلسطيني
يمكن أن تديره إسرائيل بطريقة أو بأخرى، ولكن اكتشفت أن الاحتلال غير قادر فعليا على إدارة هذا الملف، خصوصا بعد الفشل الذي مني به جيش الاحتلال، الفشل الاستخباري والفشل الأمني في عملية 7 أكتوبر، وبالتالي هي بدأت تفكر على المدى الاستراتيجي، ولذلك أعتقد أنها تريد إنعاش فرصة عملية السلام والعودة إلى موائد المفاوضات. ليس بالضرورة أن يكون ذلك وفق الرؤية الأمريكية لصالح الفلسطينيين، ولكن لشراء الوقت، وأيضا لأنها تستشعر أن دولة الاحتلال تمضي نحو مزيد من اليمينية المتطرفة، وبالتالي هي تعتقد بأن عليها بأن يعني تمارس دورا، فلنقل دورا ترشيديا لسلوك إسرائيل بما يضمن مصالح إسرائيل بطبيعة الحال. هي ليست معنية كثيرا الولايات المتحدة بمصالح الفلسطينيين حتى وإن ظهرت بدور الوسيط، ولذلك فلنفرق بين أمرين، بين أنها تدعم، ما زالت تدعم الاحتلال الإسرائيلي بصورة واضحة وترسل له السلاح، ولكنها تفكر في اليوم التالي للحرب، كما أنها تستشعر أن هناك أزمة حقيقية لدى دولة الاحتلال في التعاطي الآن حتى مع المشهد. ولذلك إذا نذكر تصريحات بايدن في مكالمته الهاتفية بعد انقطاع مع نتنياهو، قال له يعني طبعا كانت قد صدرت مواقف عن الولايات المتحدة بأنها ترفض عملية رفح، ثم قال بايدن لنتنياهو في مكالمته بأنه يعني إن كانت هناك عملية في رفح فلتكن خطة قابلة للتنفيذ، يعني أن 4 شهور من الحرب وكأنه يغمز من قناة الإسرائيليين لم تتمكن فيها إسرائيل بالرغم من الدعم غير المحدود والصمت الدولي، لم تستطع فيها أن تحقق أي أهداف عسكرية حقيقية. فهذا حقيقة الموقف الأمريكي، هو يتعاطى بطريقة أنه ما زال داعما لإسرائيل وسوف يبقى، وهو يفكر في اليوم التالي للحرب، لأن إسرائيل لا تستطيع أن تدير المشهد لوحدها، هذا ما أثبته 7 أكتوبر. دكتور عبد الرحمن، بحسب تقرير مسرب من الخارجية الأمريكية سرب عن طريق يعني من البيت الأبيض، يتحدث هذا التقرير عن أن صورة سفارات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أصبحت مسمومة بحسب وصفهم، وذلك بسبب سياسة بايدن. في تأثير هذا التقرير، هل يتراجع بايدن عن سياسته الداعمة للاحتلال ولو بشيء بسيط نوعا ما؟ هناك عدة عوامل في هذا الجانب. العامل الأول أن صورة أمريكا التي يعني لطالما قدمت للعالم الديمقراطية وقيم العدالة والحرية سقطت في 7 أكتوبر وما بعدها، هي لم تسقط من جديد، هي سقطت منذ أن كانت أمريكا يعني تسفك الدماء في أفغانستان وفي العراق وفي كل موضع يعني ذهبت إليه أساطيلها وبوارجها الحربية وجنودها نزلوا على الأرض. هذا ليس جديدا على السياسة الأمريكية، ولكن اليوم المشهد الذي يوجد على الأرض في قطاع غزة هو غير مسبوق. يعني الرئيس الأمريكي بنفسه جاء إلى المنطقة، الأسلحة الأمريكية علنا ترسل إلى إسرائيل، هذا مشهد يعني شريك ويعني صانع لهذه المجازر التي اليوم ترتكب بحق المدنيين وتستهدف بها المستشفيات ومدارس اللجوء وأماكن النزوح. هذا العامل الأول. العامل الثاني أن بايدن واضح في سياسته، بايدن خلف إسرائيل إلى آخر مدى، وهو صاحب المقولة المشهورة لو لم تكن إسرائيل موجودة لخلقنا إسرائيل في المنطقة. فإسرائيل هي ليست دولة على علاقة أو دولة حليفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل هي إحدى أدوات الهيمنة الأمريكية والهيمنة الاستعمارية في المنطقة، ووفقا لذلك يتم التعامل معها. العامل الثالث أن ما لا يمكن أن يصدقه العقل السياسي العادي أو المنظومة البحثية عندما تدرس إحدى الاحتمالات في عالم السياسة، لا يمكن أن تصدق أن رجلا يغامر بمصيره السياسي ويذهب إلى الانتحار من أجل غيره. هذا يعكس حجم المأزق الذي تشعر به الولايات المتحدة، وأنه بالفعل إسرائيل وصلت إلى نقطة
أسيء وجهها وخسرت كل أوراق تفوقها في المنطقة. اليوم هذا التفوق الذي سقط في 7 أكتوبر أصبح ليس بالضرورة لدولة مثل السعودية أو غيرها أن تقوم بالتطبيع مع دولة غير قادرة على حماية ذاتها. هذا اليوم أفسد كل مخططات الولايات المتحدة التي كانت تجهزها لعقود قادمة. أستاذ حاتم، في ما يلي يعني هناك حديث بايدن، هناك من يقول إن حديث بايدن عن موضوع حل الدولتين يأتي في سياق تخفيف وتيرة الدعم المطلق للاحتلال، طرح منطقي تراه أستاذ حاتم؟ يعني لا أعتقد ذلك. لو كانت الولايات المتحدة قادرة أو أنها تريد فعلاً أن تنأى بنفسها لرأينا خطوات وإجراءات فاعلة. يعني اليوم الموقف الذي يظهر، إذا كانت الولايات المتحدة تقول بأن على إسرائيل ألا يعني تندفع نحو عملية عسكرية في رفح، فما الذي يمنعها من أن تمنعه؟ أو على الأقل فلنسأل لماذا ترسل الأسلحة إلى إسرائيل؟ هذا من ناحية. لكن أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو موقفها مدفوعاً بعدة اعتبارات. أولاً، استطلاعات الرأي تشير إلى أن صورتها العالمية قد تأثرت نتيجة دعمها المفرط لإسرائيل، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، كلنا يعلم أن هناك استحقاقاً انتخابياً رئاسياً، وأن ذلك سوف يؤثر على بايدن تحديداً. اليوم القضية الفلسطينية تؤثر في السياسة الأمريكية. ثالثا، يعني وبناء على كل ذلك، أنا أعتقد أن أمريكا بهذا المنطق الذي تمارسه إنما هي تحاول أن تبدو وكأنها تمسك العصا من المنتصف، ولكن في واقع الأمر وكما يبدو للجميع هي تدعم إسرائيل وهي شريكة في حربها على شعبنا الفلسطيني. ولو كانت فعلا راغبة في وقف هذا العدوان لاستطاعت ذلك. وإلا دعني أقول أن هناك احتمالين: الأول، إما أن الولايات المتحدة قد أصبحت تابعة لإسرائيل، يعني عندما يصرح نتنياهو بعكس الرغبات إدارة بايدن، ما الذي يعني ذلك؟ ثم عندما يقول للإسرائيليين أنا أضمن لكم التعامل وإقناع الولايات المتحدة الأمريكية. ودعني هنا أشير إلى نقطة مهمة، يعني حتى في اللحظات التي كانت تصدر بها بعض التصريحات من بايدن، كنت أتابع في الإعلام الغربي وتحديدا في الإعلام الأمريكي كيف تخرج الأخبار عن بايدن وتظهره بأنه شخص فاقد للأهلية وأنه لا يصلح وأنه بدأ يعاني من الخرف، وكأن هناك لوبيات صهيونية، أو مش وكأن، هو فعليا هناك لوبيات صهيونية ضاغطة في الولايات المتحدة تمارس أدوارا حقيقية ومؤثرة وفاعلة في السياسة الأمريكية. ولذلك أنا أقول إذا ما أرادت الولايات المتحدة وقف هذا العدوان فهي قادرة، لكنها لا تفعل. إذا لماذا تصدر عنها مثل هذه التصريحات؟ هذا يأتي في سياق الاستحقاقات الانتخابية، هذا يأتي في سياق تحسين صورتها شيئا ما، وكأنها تبدو أنها يعني وكأنها تمسك العصا من المنتصف. دكتور عبد الرحمن، وكالة رويترز نقلت عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حيث قال إن هناك جهود عربية لإصلاح السلطة الفلسطينية. طبعا الحديث عن السلطة وإصلاحها هناك يتجاوز المقاومة في غزة، كيف ترون ذلك؟ تقديري الحديث عن إصلاح السلطة أو الحديث عن شكل إدارة قطاع غزة، وهذه هي الغاية التي يتحدث من أجلها عن إصلاح السلطة، يعني هذا حديث تجاوزته أحداث المعركة. في الأيام الأولى للمعركة كان الحديث أننا لا نرى أي من فصائل المقاومة، نحن في نهاية هذه المعركة لن تكون هناك فصائل مقاومة. اليوم إسرائيل ومن خلفها أمريكا مضطرون للجلوس على طاولة المفاوضات مع فصائل المقاومة. في نفس الوقت جرت أكثر من محاولة لترتيبات يعني إدارة قطاع غزة ما بعد المعركة، لم تقبل أي
من دول الجوار او الدول بالتحديد الدول العربيه لا تقبل ان تكون شريكه في هكذا اداره او جزء من هكذا امر، لان اسرائيل بنفسها اعلنت انها لا تريد لا حماسستان ولا فتحستان، هذا ما اعلنه نتنياهو بشكل واضح وصريح، فلجا الى الدول والى المنطقه العربيه من حوله، الناس غير قادره، الحكومات لا تريد ان تتورط في ازمات وفي قضايا يعني هي ليست في منأى عنها وغير قابل هي في منأى عنها وغير يعني مقبوله على الارض، يعني هذه خطط يعني من اوهام الاحتلال الاسرائيلي. الامر الثالث والاهم هنا ان امريكا اليوم باتت تدرك اكثر من ذي قبل انه لا يمكن ان تكون هناك اداره لقطاع غزه دون غطاء فصائلي، دون اجماع فصائلي، دون قبول من الفصائل الفلسطينيه، لذلك الحديث الذي يجري في الشارع الفلسطيني هو حديث عن حكومه تقنقرات، حكومه كفاءات، حكومه وحده وطنيه، الفكرة في الأمر أنها حكومة ذات مرجعية تلقى قبولا من الكل الفلسطيني، البيت الفلسطيني، من الإطار الأمناء العامون لمنظمة التحرير التي تمثل الشرعية الفلسطينية. عبر سكايب من اسطنبول الأكاديمي المتخصص في الشؤون الاستخباراتية الدكتور عبد الرحمن الفرة، وعبر خدمة زوم من عمان المحلل السياسي الفلسطيني حاتم الهرش، شكرا جزيلا.